اي مرحبا يا جماعه، الدنيا صيفي وجيلي والطقس نتاع بحر. وين لم كنتي نعرف اللي فما شكون منكم كمل القرايه والخدمه ويحب يمشي يتفرهد؟ اما يا اخي انا ما نجمش نرتاح ونتفرهد من غير ما نحكيكم على شنية صاير ونفرهد على قلبي. كالعاده صيف ولا شتاء مازلنا متفاهمين وانه تونس دايره بها على ربع شيره لكريز. في وسط هذا الكل الحمد لله عندنا طبقه سياسيه تلمو عندهم حلول اللي نقعدوا شادين في معبوكه واحده واللي هي الحمار الوطني. سامحوني الحوار الوطني. اما يا اخي قبل ما نزيد نغطس في الموضوع برا جيب شربك واجا اركش خلي نفرك الرمانة. برجولية ملا مهزلة نعيشوا فيه. يعني في 2019 عملنا انتخابات ومقطعين رويحنا والناس هابطة تصوت وعاطية ما عندها وتحب البلد تتحسن باش تجي توا تلقى رويحها محكومة بعبيد كيف نهكا. عام ونص تعديه وجماعة مش عارفين وين قبل. الرئيس قالك طيح وعاود من جديد. والحزاب اللي في البرلمان بطبيعتها تلوش كيفاش تضمن على بلاصتها وتكسر بعض. وزيد كمل جينا المشيشي اللي قالكم لا بالمستحيل كان مستقيل وانا ما نزرتيش وهاني قاعد لكم على قلوبكم واكثر من هذا هاني شديت وزير داخليه. اياه تنجموا تلاحظوا في هذا الكل وانه مش بدتش تونس على خاطرها اخر همهم. المهم في العام ونص اللي تعداو من الانتخابات هل يحكموا ذوما ما خلطوا لحتى حل يقدم ولا يحسن البلاد. دونك شنو نعملوا؟ ايجا نجربوا الخدعه السحريه نتاع ابرك دبره نخلق لكم حوار وطني. يا رسول الله حتى هو حل سحري هاو ردوه مشكل ومنجموش حتى يقدوا. اخر مره تجبد فيها الحوار الوطني وقت اللي رئيس الجمهوريه قيس سعيد لم رؤساء الحكومات اللي شندوا قبل وبدا يحكي معاهم ويخطب قدام الكاميرا وبشويه بشويه لين خلطت جبدت لهم على الحوار الوطني اللي صار في 2013. ايما تبارك الله عليه ما وخرهاش التالي مشي 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 وقال لهم الحوار الوطني اللي صار له حوار وله وطني. الخشيدي بالرسمي عور عينه بصبعه وعلى الخزات. اكثر من هذا سيد الرئيس لمح وانه الحوار صار برعايه اجنبيه. وقتها في 2013 صاروا برشا قعدات مع السفراء دول اجنبيه وهما اللي دخلوا باش يهديوا النفوس. هي اخي وحتى توا فما ديزيكو يقولوا انه دول اجنبيه قاعده تدخل باش تعمل هالحوار الوطني المحنون. قيس سعيد يمكن كان اقرب طرف ليه اللي نجم يحكي معه ويلقى معاه ثنيه هو الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني من الحين شعل النار بينه وبين الاتحاد والمنظمات الاخرى اللي نظموا الحوار في 2013. بالطبيعه كلامه ما تحدش بالسهل وخرج له الطبوب الامين العام بتاع الاتحاد وقال له يا اخي اللي ما يحترمناش ما نحترموش ونحن وطنيين وكان عجبه. وفي نفس الوقت خرج قيادي اخر في الاتحاد وقال الرئيس والله لك باش تشوفوا هالحوار. الرئيس برا متربث ومن بعدها حاول يصلح وقال انا ما قلتش هكاك. ام 12 مليون فهموا حاجه وانت قلت حاجه اخرى. باش تحكي شوف ريوسكم الناس اللي تحب تعمل حوار ماهيش عارفه مع شكون تحب تعمل هالحوار هذايا اصلا وشنو هي الاهداف اللي باش يخلطوا لها بالحوار هذا. من الاخر يا جماعه فما ثلاثه اطراف قاعده تدور على الحوار الوطني هذايا وقاعده تكمبصلو وباش باش تخرج به. اي يا سيدك اول طرف عندنا قيس سعيد اللي يحب يبدل النظام الانتخابي والنظام السياسي ويعمل تعديلات في الدستور. وصل حتى خمم وقال علاش ليه ما نرجعوش الدستور 59 هو به تمام نبدلوا نعملوا له شويه تعديلات. سي الاخشيدي من اللي بدا الحمله الانتخابيه نتاعو ولا خلينا نقولوا كيف ما سماها هو الحمله التفسيريه يحب ياسس نظام حكم يبدا بالبلديات ويوفى بالمجلس التشريعي. بالطبيعه بعد اللي يمن وهو قالها انه الاحزاب ما عادش عندها دور تو. اكثر من هذا الرئيس قال لك وانه الحوار ما لازمش يكون فيه فاسدين ولهنا يقصد في قلب تونس. وزيد زاده ما يجاوش فيه اللي ما يمنوش بالدستور ولهنا يقصد في التوب رجله ائتلاف الكرامه. واخيرا اللي يحبنا يحبنا واللي يكره لا يجينا ولا يزورنا ولهنا يقصد في عبير موسي والدستور الحر اللي متعاركة مع الناس الكل. يعني عندك قيسون يحب حوار ما فيهوش قلب تونس، الائتلاف ما يحبش الدستور الحر، الاتحاد ما يحبش يشارك مع ائتلاف الكرامة، والنهضة ما تحبش تستبعد لا قلب تونس لا ائتلاف الكرامة ولا الاتحاد. قيس سعيد أبارامو يحب يعمل حوار مع روحه وكهو. من جهة أخرى الطرف الثاني هي النهضة وما أدراك، الحزب اللي حكم 10 سنين وكي تسألوا يقولك نحن ما نحكموش. النهضة تحب تعمل كيف ما عملت في 2013 وتشارك في الحوار باش تضمن بلاصتها وتكسر اللي يجي قدامها وكيكة يقعد عندها وزنها وتحمي مصالحها. النهضة وقت اللي زلحها قيس سعيد وخرج وقال الحوار له حوار وله وطني استغلوا الفرصة باش يجدوا المطلب نتاعهم تاع الحوار ويضمنوا انه المشيشي يقعد غاديك. وهاكا باش يطيشوا خيط للرئيس بعثوا لطفي زيتون باش يتوسط لهم في قعدة. واليوم ونحن نصوروا قيس سعيد اتقابل هو وراشد الغالي
غنوا شيء في عيد ميلاد الجيش الوطني. تيلي وباش تعرفوا انه الحوار هذايا فاشوش قبل ما يبدا اصلا كل واحد داخل بشروطه فيدو. قيس قال لك ما يبدا الحوار كان ما يمشي المشيش، والنهضه قالت لك يبدا الحوار والمشيش يبدا موجود. برا لوج عاد منين باش تشد. واخيرا عندنا الطرف الثالث اللي هو الاتحاد اللي نور الدين الطبوبي الامين العام نتاعو سقيح حفاته وهو ماشي جاي من ديسمبر على قصر باش يركح الرئيس على الحوار. وفي كل قعده قعد يقنع فيه كيفاش نجمو نعملو حوار ونحكيو في الاقتراع والنظام الانتخابي ومن هنا ومن غديك ونأسسو العدالة الاجتماعية ونعيشو الكل مع بعضنا فرحانين ونحبو بعضنا. اما الاتحاد وخيكم ما عادش قادر انه يلم العباد على خاطر هو بيدو ولا طرف سياسي تحب ولا تكره. وزيد نحب كلكم وانه الاتحاد اقوى قوة في البلاد عنده عركة في وسطه بداها من تنقيح الفصل 20 من قانونه الداخلي اللي يخلي المكتب التنفيذي يترشح اكثر من دو موندا، وهذا اللي خلى برشا في وسط الاتحاد ضده وخاصة ضد الطبوب. ويجينا خبر ونحن نصوره توا وانه نقابة التعليم الثانوي قررت باش تقاطع المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، وهذا يوري حجم العرك. يعني كان جاي فما حوار وطني راهو العرك اللي صاير كل في وسط الاتحاد راهو قعد على جنب وتلهيو بالحوار. وبخلاف الاطراف هذيا اكيد وانه فما اطراف اخرى تتبع تباع وتحب تركب على الموجة. يا سادة وسيدات يا كرام نحب نقول لكم انه الحوار الوطني حربوشة تشربها البلاد كل ما راسها يوجع. كانت عنا تجربة معاه في 2013 اللي هو كان عام صعيب برشا على التوينز، زوز اغتيالات سياسية في ظرف 6 شهور وعركة كبيرة ما بين المعارضة والترويكا أكثر حتى من اللي احنا فيها تو. وقتها البلاد كانت مقسومة ما بين الترويكا وأنصارها والمعارضة السياسية والحقوقية اللي هبطت وعملت اعتصام الرحيل وطالبت باستقالة الحكومة حلين المجلس التأسيسي. وقتها الاتحاد والتيكا وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان عملوا مبادرة وصحح عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي. أهم الحاجات اللي جات في المبادرة دي هي استقالة حكومة علي العريض ومنح ثقة الحكومة ما هيش متحزبة والمصادقة على الدستور. الدستور اللي وقتها قيس سعيد خرج وقال خايف لا ياكلوا حمار. إيفكتيفمون هذاك اللي صار وتعديت حكومة المهدي الجمعة وتصادق على الدستور وهديت النفوس وجماعة الهيد في الانتخابات. توا الأمور مش هي والاستفاف مش واضح. الناس الكل متعاركة مع بعضها وتقريبا ما فماش حلفاء واضحي. النهضة ضد عبير موسي والتيار ضد عبير موسي. النهضة والطيار ضد بعض. الاتحاد ضد ائتلاف الكرامة اللي يعتبروا باراشوك للنهضة، اما في نفس الوقت ما هوش كونتر النهضة. والنهضة ما هيش صحاب مع قيس سعيد، يعني اي مبادرة مش يقدمها ما هيش بشكون فرحانة بها. في الاخر والحاجة اللي تهبلك وانه الحوار اللي حبوا يعملوه ما هو الا تقسيم جديد للسلطة وكيفاش كل واحد باش ياخذ باي نتاعو من غير ما نطولوا في العركة ونجبدوا العينين لينا. تمشيش تغلط وتحط في بالك وانهم باش يتلموا باش يحكيوا في مشاكل البلاد والازمات اللي دايره بتونس من رابع شهر ابدا. ولايات غارقة في الكورونا، عباد قاعدة تموت، دولة البوليس اللي رجعت ما ترحمش وقاعدين نراو في حاجات توقف المخ. وخلي عادك الاقتصاد العزيز الغالي، هذه دولة ولا هذا حوار؟ يو. وقول لكم كان جاي فالح راهم البارح، وكان جاي يحبوا يصلحوا البلاد راهم ما قعدوش يستناو في 10 سنين لين البلاد تخرب باش يتلموا يعملونا حوار ويحكي. هذه كانت حلقتنا على الحوار الوطني واللي يحبوا يبيعوهون على اساس حل البلاد. كان عجبتك الحلقه ما تنساش باش تعمل جيم، تعمل كومونتير شنو رايك في الموضوع، وتعمل ابوني وتبارطاجيها مع اصحابك، وها الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نويت، وانا نشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.